رح نحتاج للمقادير التالية: بدنا نص كوب سمنة، نص كوب زيت نباتي، كوب سكر باودر، معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، 3.5 كوب كاكاو، وكوبين ونص طحين. مو مزبوط؟ طيب هلا يلا يا ديما. هلا الوصفه كتير بسيطه. اول شيء بدي اتشكر كل اللي بعثوا لي. انا اول ما حكوا لي انه في شيء اسمه بسكوت القهوه ما كان عندي وصفته، وكانت كثير منتشره على النت، فصاروا الستات يبعثوا لي اياها على صفحتي. مو قادره اتذكر اسامي كل بعثوا لي غير منى الاغبر، لانه منى بعثت لي اياها كمان على الواتساب. منى بتشكرك. في ناس بضيفوا لها ماء الزهر، انا ما اضفته. وفي شغله ثانيه عملتها غير انا، انه كان مقدار السكر الناعم فيها نص كوب، حسيته قليل زدته لكوب، فمقدار السكر زي ما بدكم بين نص كوب لكوب، يعني انتم بتضيفوه حسب قد ايه انتم بتحبوها تكون حلوه. هلا اول شيء عندي هون نص كوب من السمنه، رح احط معاها نص كوب من الزيت، وانا مستخدمه هون سمنه نباتي، يعني انا هيك استخدمت. بصير طبعا زي ما بتحبوا، بس هي بالحلويات طعمها اسكى. وبدي احط عليهم السكر الناعم زي ما قلنا. هي فيها كاكاو وفيها قهوة. أيوة، عشان هيك وبعملوا شكلها زي حبة البن، عشان هيك اسمها حلى القهوة. حلى القهوة هي حبة بن كبيرة شوي، بس كبيرة شوي بتطبش يعني. والحلو إنه كل وصفاتنا اليوم زي ما لاحظتوا لا استعملنا خلاط ولا أجهزة ولا إشي، كلها يدوي يدوي وسريعة. فاللي هلأ بحب بشكل شوي ببسكوت العيد والحلو تبع العيد ويعمل هاي الوصفة بنصحه فيها. هلأ القهوة هي قهوة سريعة الذوبان. أنا يعني لما مسكت الوصفة طلعت كنت حابة إني أدوبها بشوية حليب وأضيفها، بعدين قلت ما بدي ألعب فيها، زي ما إجت لي الوصفة بدي أعملها، فرح أحطها هيك يعني مع الكاكاو ومع الطحين. بس أنا عادة بحب أدوبها بشوية حليب دافي حتى تروح المرار كلها منها. بس بيزبط لو حطيتها. بيزبط لأني جربت وزبطت. أوكي. هلا هي الكاكاو والقهوة، ورح نضيف الطحين تدريجيا ونبلش نحرك. برضو قوامها كتير شبيه بالغريبة. بس هذا الطحين ديما انت منخلتيه؟ طبعا بكل الحلويات انا بدي ادوق واحدة منهم. طبعا دوقي. يعني هي زي كأنها كوكي شوكولاتة على طعم قهوة. هي بس انه شكلها انه حبة البن، عملت قلق هيك بالانترنت. كتكوتة يعني زاكية. يعني انا ما لقيتها من الحلويات يعني مثلا اللي كتير غريبة، طعمتها قهوة بتشبه الغريبة شوي. برضو فيها هاي شبه الغريبة بس سمرة متنكرة. هلأ هاي باقي الطحين رح أضلني أحرك حتى كل هذا اللي عندي يتماسك جيدا. ما فيها بيض طبعا زي ما لاحظتوا، يعني الكوكيز التينين اللي عملناهم اليوم ما فيهم بيض، كله يدوي عمل، فهذا إشي كتير سهل وكتير سريع. برضو راح أستعمل إيدي نضاف مغسلين حتى أفرجيكم كيف بدي قوامه يكون. ببلش هلأ كله يتماسك. خلص أكيد خلي فنجان لعبد الله. كل واحد كيف بده يحس عيد إذا ما شم ريحة القهوة بالضبط؟ طبعاً ما بكمل هيك العيد. الله يسعدك. حلو العيد مع القهوة هيك رواية، حدو الواحد بس في الصبح بحس إنه الدنيا عيد. بس كإشي. والحلو إنه إحنا المسلمين والمسيحية نفس الطقوس. نفس الشيء. في العيد. هي منطقة يعني نفس الثقافة. عرفتي نفس الثقافة بالزبط. يعني دائما ريحة القهوة مع ريحة المعمول بتذكرك هيك بإشي. صح. بالطفولة كمان. بس زمان كنت أحس الناس كانت تتعايد على بعض أكثر، من الصبح يجوا ناس. لسه اليوم كنا عم نحكي هيك. تغيرت الدنيا. إجت لي صورة على الواتساب ما بعرف إذا شفتيها. البراد بيت لابس بدلة وقاعد. حكينا لابسين من الصبح ما حدش إجا. إنه دائما بالعيد بتكون يلا يلا والبيت كله مصفط والهذا، بعدين بيجي طبعا الناس. هلا كله معايدات، وبعدين هلا بعد عضلة العيد بيطلعوا بيقولوا مثلا كم من معايدة طلعت مثلا بفترة العيد، بتلاقي الملايين المعايدات على الواتساب او على الفيسبوك او على المسجز. وبيني وبينك شوي السوشيال ميديا يعني بعدت الناس عن العادات الأصلية والطبيعية.
أنا بقول إنها قربت لبعيد بس بعدت القريب. بالضبط. يعني قربت حدا اختصرتيها أنت. صح؟, صح. مثلاً عندك ناس بأمريكا بمحلات تانية بصيري تعرفي أخبارهم. بس صفوا القراب ما في شيء تواصل صار أكتر كله ورا. حتى عيد الميلاد. حتى أنا عيد يعني زمان الميلاد. كنت أنا كل حدا من صحباتي عيد ميلاده أعمل يعني مجهود إني أحكي معها تليفون أعيد عليها. هلا صرت والله على الفيسبوك. عشان بقول لك عشان هيك بيقولوا قدر صاحبك اللي بيتصل فيك عايد ويسمع صوتك مش مسج هذا بيكون عن جد مميز. خلينا نشوف شو عنا كمان. اوكي ايناس رضوان بتقول كل عام وانتم بخير بس تاكدي لي من ديما من وصفه البصمه السكر بنحطه بالحشوه ولا بالعجين؟ بالحشوه. ليه العجين ما فيها؟ لانه الوصفه كلها بده يدخلها قطر لسه يعني بعد ما تطلع من الفرن بدك تغرقيها بالقطر فما بدك اياها تكون حلوه زياده عن اللزوم فما فيها ابدا سكر. اوكي مجدي جميل مخامري بعايد عليك بيقول لك كل عام وانت بالف خير يا ديما. الله يسعدك ويسعد هذا الصباح. هذا كان استاذك قلتي لي رياضيات. استاذ الرياضيات في المدرسه. كنت شاطره بالرياضيات وكنت سوري احكيها على بلاطه تيسه بالرياضيات. لا ديما عن جد بتحكي وكان دائما يعني ما ييأس مني الصراحه. وهلا على كبر بعت لي مره اول ما بلشت اشتغل بقول لي شايفه اهميه الرياضيات في حياتك كل مقاديرك بالتوزين نص قلت له فعلا فعلا فعلا. هو انا مش لاني انا ما بحب الرياضيات يعني انا مشكلتي اذا الشغله ما بحبها خلص مستحيل اشتغل فيها يعني ممكن. صح فمش من يعني والله حتى هلا لما بدرس بناتي يعني ما بعد كثير عن الرياضيات بحاول انا بموت عايشه اسم وارقام حتى كنت لما بدرس ابني رياضيات يصير يقول لي طيب طيب مالك تحمستي هالقد اكون مثلا بشوف مساله وارقام ليش تتحمسي عليها هيك اساريري بتنفرج هيك بصير كثير سعيده فابنك تقول لي لا يا اختي مالك لهالقد تحمستي لا انا بشوفي بحب الاشياء اللي اكتشفت بالايدين يعني مثلا صح صح طبخ صح صح. انا درست كمان اخذت ميك اب وغرومينج اول ما خلصت جامعه فبحب الاشياء اللي بتستعملي ايديك بس انت شو درستي جامعه ادب انجليزي ادب انجليزي فهيك الواحد بيكون مش عارف شو بده طبعا كثير مرات يعني انا بنبسط على اللي بتخرجوا بيكونوا عارفين بالضبط ايش بدهم ايش بدهم يدرسوا هدول بيريحوا اهلهم بيريحوا حالهم 100% طيب رح اغسل ايدي قبل يلا. ما اشق ال اوكي عبلة كراتشي حجازين كمان بتعيد علينا بتقول كل سنه وانت سالمين شكرا على معايدتك الي كمان على الفيسبوك بعثت لي مسج وسوزان سبيتاني كمان يسعد صباحكم كل معان كل عام وانتم بخير بدنا تعيدوا المقادير هلا بنشوف اذا ممكن يمكن طبعاً. تنعاد على الشاشه هلا هم على فكره نازلين على الصفحه صاروا نازلين على الصفحه يعني تحت هذا البوست او فوقه صاروا نازلين على الصفحه في بوست ثاني بالمقادير أوكي. وسجود عطيات صباحك سجود. فل يا ديما كل سنه وانت سالمه بتقول لي يا احلى سجود اوكي اميره بكلمتي يسعد صباحنا انا وياكي بتقولنا شكرا سوسن السيد صباحكم فل وياسمين كثير بحب حكيها سوسن السيد بتجنن سوسن هلا بس بدنا نعمل شق صغير شايفين كيف بالسكينه عشان تطلع حبه قهوه حتى تطلع وهيك نفتحها شوي صغير حتى تعطينا هذا الشكل انه اكنها حبه بن بس طبعا حبه بن متضخمه هاي هلا الدرباشي بتصبح علينا بتقول كل صباحة. عام وانتو اسمعي بألف خير يا رؤيتي الجميلة يا حبيبتي بخلي لك عيونك رؤيتك وعدناها لهالا تطلع معنا حلقة إن شاء الله مرتب لك إياها قريبا وسحر الشاويش كمان بتسلم علينا بتقول حابة أصبح عليكم وقالكم كل عام وأنتم بخير ويعطيك العافية يا بنتي بلادي يا حبيبتي وعامر سمال كمان بيسلم ونانسي الوديان نانسي وديان من إربد بتصبح علينا أهلا وسهلا يا نانسي وخلود أبو عطا كمان بتصبح علينا من الرياض صحيت عشان تشوف وصفاتك يا ديما يسعد صباحك يا ربي تعيد على أمها بفلسطين وحماتها في الرياض هلا في بعض الوصفات لقيتهم عاملينها دوائر بس أنا حبيت أعطيها البيضاوي يعني أكتر إن تكون شبيهة بالبن أكتر زي ما قلت لكم وصفة كتير بسيطة وعملتها بناء على رغبتكم والله